هلا بست دليدا يلي انا صوتت لها حصوت لها. دليدا خبرينا رايك برايك بمصباح، يعني عم بيدوخ قلوب الصبايا، خبرينا عن قلبك. انا بقول له لاستاذ مصباح بليز خليك موجود حدي، انت في دعم منك، في معنويات عاليه، في شخصيه يعني موجوده. بنتي واصحابها طلبوا مني انه بليز فينا انه نتعرف علي لدليدا ونتصور معها لانه هني فانز. لا فاليوم عندها سبورت عائلي وكلنا بنحبها، وبالفعل كل مرة أكثر من مرة عم بحضرها وبتلاقيها ما بس عندها صوت حلو، عندها حضور حلو مميز، وعندها كمان هيك شيء استعراضي استثنائي ما حدا غير عنده إياه. فيعطيك ألف عافية دليدا. مرسي. دليدا لو حضرتك لو نفوسك بطرابلس كنت بتنتخبيه؟ قريبة على فكرة، بس الدوائر ما رح تكون سوا. لو كانت الدوائر سوا لنعتبر انه صار في قانون جديد والدوائر سوا، بتنتخبيه لمصباح الاحدب؟ مش بس انا بنتخبه، العائله كلها بدها تنتخبه، يعني ما في مجال. طيب معقول تشجع لو بدها تفوت شي نهار بالسلك السياسي؟ هذا السؤال الاخير. ليش لا؟ اكيد لا مصباح بستي عم بيسالني، انا عم نحكي بصراحه. شو السياسه؟ مفهوم السياسه عنا غريب، مفهوم السياسه عنا معلش بقدر اكون شوي صريح، يعني ما انه مضطر الواحد يكون عنده هيبة رجل سياسي يكون برقبته جبانة وناهب نص البلد، مش الحال. سياسي هو يهتم بالشأن العام، مش كلهم بيلبقلوا هيدا بيلبقلوا هيدا السلك. أول شيء الستات أثبتوا بكل العالم أنه قادرين أنه يهتموا بالشأن العام أكثر بكثير من غيرهم، وبيهمهم لأنه صح. عندهم أولاد وعندهم مستقبل أولادهم. فلا بتمنى أنه يكون في ستات هيك قادرة تقدر تتواصل مع الناس، تقدر تعبر عن وجهة نظرها، تاخذ الشأن العام من اللي حاطين ايدهم عليه، لانه محطوط الايد على الشأن العام عندنا بلبنان، ما هيك الامور لازم تكون. ان شاء الله بنرجع بنشوفك استاذ مصباح بالبرلمان، لانه عن جد عندك الشعب بيأمل فيك ترجع، لانه عندك مشاريع للبنان. يعني قد ما نحكي عن جد قليل. ودليدا ان شاء الله بنلاقيكي باكبر المحلات، وليش لا ان شاء الله بنشوفك الى جانب الاستاذ مصباح بالبرلمان. كنا عملنا شيء لو كنت الدائره مع صغرتك كنت عرضت علي هلا انه نترشح على نفس اللائحه. وهلا بلا اذا بتترشح على مركز انت مارونيه شيء؟ انا مارونيه. يا ريت تترشح على مركز الماروني بطرابلس، عم بيدوروا على ناس من برات طرابلس يجيبوا لنا اياهم. بقى اذا بيجي حدا يقدر يرفع اسم طرابلس ويحكي فيها ويدافع عنا وعن الظلم اللي عم بيصير فيها، يا اهلا وسهلا فيكي. انت مكفي وانا عم بعمل لائحه لوحدي، ماني لا مع هون لا مع هون. هيدا المهم، هيدي دعوه على الهواء. ثانك يو استاذ مصباح عن جد، الله يوفقك. ونحن اكيد يعني مثل ما انت دعم لنا معنا، ونحن دعم اكبر واكبر لك. يعطيك الف عافيه.